كنت قاعده بخلص تاسك البرمجه للكليه، والحقيقه ما كنتش عارفه وعماله بفكر هعمله ازاي، والوقت خلاص بيعدي بسرعه، والحقيقه كانت نفسيتي مش قد كده. وبعدها افتكرت ان طلع في نهار، فانا ليه بنهار؟ علشان افتكرت موقع يوز بلاك بوكس، واللي هو كمان اضافه مجانيه موجوده على فيجوال ستوديو كود لو عندك، ولو مش عندك فهو موجود موقع على الويب سايت عادي. وبدات اكتب فيه اللي انا عاوزاه، مثلا عايزه اعمل كالكليتور ل بالجافا مثلا، قام عامل لي الكود بس كده يا سيدي. لو عندك بقى تاسك وعطلان فيه، ما تنسوش تجربوا الويب سايت ده او الاضافة المجانية دي.